يقول: أنا طالب علم في الحرم وغير متزوج، وحصلت على مبلغ 1,000,000 ريال بوصية من جدتي، فماذا أصنع؟ هل أتزوج أو أبني؟ نعم. يقول: أنا طالب علم في الحرم وغير متزوج، وحصلت على مبلغ 1,000,000 ريال بوصية من جدتي، فماذا أصنع به؟ هل أتزوج أو أبني مسجدا أو أقوم بتشغيل هذا المبلغ في التجارة؟ هذا على حسب شرط الموصي، ينظر الوصية وماذا قال فيها، أن هذه الدراهم تصرف في أي شيء، يعمل بشرط الموصي.